بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، أحدثكم في هذا اللقاء عن أصل كل العبادات، أحدثكم في هذا اللقاء عن أساس الدين، أحدثكم عن أول الفرائض وأعظم الأعمال، أحدثكم عن حياة القلوب، أحدثكم عن بهجة النفوس وقرة العيون، أحدثكم عن أعلى نعيم يمكن للإنسان في الدنيا أن يصل إليه، أحدثكم عن روح الإيمان، روح الطاعات، أحدثكم عما يحركك ويدفعك إلى الطاعة ويجعلك حريصا عليها، بل وتؤديها وأنت مستمتع متلذذ بها. فهل ترى علمتم عما سأتحدث؟ ليه؟ لا لا، من أولها كده تفضل. لا لا، أيوة، هنتكلم عن الحب، ولكن حبنا غير حبهم، نحن نتكلم عن الحب الحقيقي فعلا، ليس الحب الذي يتغنى هؤلاء به، وإنما نتكلم عن الحب الذي هو أشرف ما يعيشه العبد في حياته. هذا الحب كما ذكرت لكم منذ قليل له كل هذه الميزات وكل هذه الفضائل ويوصل إلى كل هذه الثمرات، ولكن لعلي أسلك في هذا الدرس في الحديث عن الحب، عن حب الله عز وجل، مسلكا ربما يكون مستغربا. يعني عما نتكلم عن الحب إذا أردنا أن نتكلم عن حب الله؟ كثير من المتحدثين يتكلم مثلا عن الأسباب التي توصلك إلى حب الله، الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، أو يتكلم عن حياة المحبين ونماذج من سير المحبين والمشتاقين ونحو ذلك، لكني أتكلم إن شاء الله بطريقة أخرى ربما تكون مستغربة كما قلت لكم، ألا وهي لن أسرد لك الأسباب التي تجلب لك حب الله مع أنها مهمة، لكني أريد أن أفجر في قلوبنا معاني حب الله عز وجل، أريد أن أبعث هذه القلوب لحب الله، أريد أن ينبعث القلب شوقا إلى الله عز وجل وحبا له سبحانه وتعالى، أريد أن أوقد أو يعني كما يقال البداية، يعني شرارة البدء. لماذا ضعف حب الله عز وجل في قلوبنا؟ لماذا تؤدى الكثير من العبادات بتكاسل وبغير حضور قلب؟ ولك أن تطبق هذا الكلام على صلاة العشاء التي صليناها منذ قليل. لو أجرينا الآن اختبارا، هنسأل دلوقتي أشوف الناس هتجاوب ولا لا، يا ترى الإمام صلى في الركعة الأولى بآيات إيه؟ حد كده ممكن يقول آه أنا فاكر الآية، حتى مش حافظ بس هتبقى واخد بالك، حتى هتبقى كنت معنا في المسجد. لكن في ناس بعد الصلاة ما تخلص تحس ما كانتش هنا خالص، كانتش موجودة، كانوا في عالم تاني، هتبالك. وبعض الناس لما تلاقي الإمام طول شوية يبدأ يرفع رجله وينزل رجله ويتأخد بالك ويتطوح بقى يمين وشمال، يعني خلص بقى يا عم انت، هتبالك. أو حتى البعض في الركوع وفي السجود ما فيش اللذة والنعيم وقرة العين وبهجة النفس. ليه؟ لأن هذه العبادات لابد أن تبنى على الحب. فرق كبير بين من يؤدي العبادة وهو يحب وبين من يؤديها وحبه ضعيف. فرض علي فلازم أدي، والعياذ بالله هذا حالة شديدة جدا من المرض،
ولذلك لابد للعبد دوما أن يغذي قلبه بمثيرات الحب، لابد للعبد دوما وبين الفترة والفينة والأخرى أن يوقد في قلبه نار الشوق والحب إلى الله عز وجل. ما الوسائل التي تجعلك دوما محبا مشتاقا إلى الله عز وجل؟ تعالوا لأسردها لكم، ودون هذه الوسائل معك وفكر فيها مرة بعد مرة وستجد الأثر الطيب بإذن الله تعالى. أولا من الأشياء التي تجعلنا نحب الله ونشتاق إليه، أو قل بعبارة أخرى مظاهر وعلامات ودلائل حب الله لنا. وإذا تعرفنا على أن الله عز وجل يحبنا سنبادله إيه؟ حبا بحب. لما الإنسان مثلا يجد من يحسن إليه وينعم عليه مرة بعد مرة ويديله، بعد يقول له جزاك الله خير، يديله تاني يقول له جزاك الله خير، ثالث ورابع وعاشر، تلاقيه بقى واقف كده يقول أنا مش إيه يا شباب، يقول إيه أنا مش عارف أعمل إيه، أنا عاجز عن إيه، مش تحصل؟ يقولك أنا عاجز عن الشكر. ما بالك بقى بربنا سبحانه وتعالى وكثرة نعمه المتواترة علينا. من ذلك رقم واحد أن تعرف أن فضل الله عز وجل، أن تعرف سبق فضل الله عليك قبل وجودك، أن تعرف سبق فضل الله عليك قبل وجودك. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فين؟ في البر والبحر، وإيه؟ ورزقناهم من الطيبات. كمل الآية معايا. وإيه؟ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طبعا كلنا من بني آدم الحمد لله، يعني كلنا دخلنا في الآية دي اللي هي إيه يعني؟ تصحوا معايا عشان أنا بحبش أتكلم لوحدي، أقول لك قوم وقف وجاوب، أنت حر، ركز معايا وجاوب. كلنا دخلنا في إيه بفضل الله؟ في التكريم وفي التفضيل. طب تفهم إيه من كده؟ أقول لك افهم بأن أنت حاول تفكر في العكس، أنت من بني آدم، طب حوالينا إيه غير بني آدم؟ دواب. طب ما تخيلتش أن أنت كنت في يوم من الأيام حجر أو عصفور زي اللي كان بيتمنى يا رب، ها وهو صغير بقى ما كانش فاهم، ما كنتش حمامة أحسن، إيه اللي خلاني إنسان وبعد كده أمي تقول لي روح حياة وأبويا يقول لي، فكان نفسي بقى إيه؟ ففي يوم من الأيام شاف الحمامة بتتدبح، قال الحمد لله لنا مش إيه، فقال طب يا رب أبقى عصفور، خدت بالك؟ ففي يوم من الأيام شاف العصفور انطخ، قال الحمد لله لا مش عصفور، خدت بالك؟ ليه؟ المعاني دي احنا ما فكرناش فيها فعلا. يعني تخيل تكريم ان انت من بني آدم، تخيل طب لو انت حجر، لو انت مش بني آدم، لو انت شجرة، لو انت حبة رمل، لا ربنا ما جعلكش كده، ربنا جعلك من بني آدم المكرم المفضل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من وفضلناهم. طب التفضيل ده انت دفعت له كام؟ انت اخترت ان انت تبقى من بني آدم؟ ردوا علي، لا. دي نعمة وفضل من ربنا ولا لا؟ مش تقول الحمد لله بقى يتحب ولا لا؟ سبحان الله. شوف كمان معنى تاني مهم جدا تتخيله في سبق فضل الله عليك، انت اتولدت في الفترة اللي احنا فيها دي. أي نعم الإنسان يتمنى الخير ويتمنى مثلا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت من تشعر في الخير فين؟ طب خلينا نتكلم على أنت دلوقتي في الفترة الزمن اللي أنت تولدت فيه ده. طب تخيل لو كان الإنسان، عشان بعض الناس لما كلم بعض الصحابة قال له يعني يا بختكم أنتوا شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لو إحنا بقى كنا في أيامكم كنا عملنا وعملنا وعملنا. فغاضب منه الصحابي ده لأنه عايز يبين له مش شرط أنت لو كنت موجود، ما كان موجود برضو ناس وكفروا، إيه اللي عرفك ان انت كنت موجود كنت ايه؟ هتبقى مسلم. تخيل لو كان انت اتولدت في زمن غير زمنك، لو واحد مثلا اتولد في زمن فرعون او كان من ابناء فرعون كنت هتعمل ايه؟ لو كنت اتولدت في زمن سيدنا لوط والاسره بتاعتك والعياذ بالله كانوا من اعداء سيدنا لوط، كان هيبقى حالك ايه؟ هتقول لي كنت هبقى مستقيم ان شاء الله من اتباع سيدنا لوط عليه السلام. هقول لك ايه عرفك، على الاقل انت هتبقى في اختبار صعب، يا ترى هتبقى مستقيم ولا هتبقى ايه في الفرقه الثانيه. تخيل لو انت اتولدت في زمن التتار كان هيبقى حالك ايه؟ تخيل لو انت اتولدت في ايام محاكم التفتيش، كتير مننا ما يعرفش محاكم التفتيش دي. محاكم التفتيش اللي هي كانت وسيله للقضاء على المسلمين في الاندلس، كان من ضمن يعني حاجه يعني من ضمن وسائل التعذيب عندهم، والعجيب ان كانوا بيعذبوا النصارى كمان المخالفين ليهم في الايه في المله،
والعياذ بالله تعالى. يعني ممكن يعلق واحد مثلا ويفضل متعلق لحد ما يموت، يجيب صندوق كله سكاكين من فوق ومن تحت ويحطه فوق ويقفل عليه، يحط راس واحد مثلا في حاجه كده ويفضل ينقط عليها نقط ميه لحد ما يموت، يحط على واحد كده شوال رمله مثلا ولا حاجه ويجره على سلك وعلى حديد على الارض لحد ما جسمه يتسحب. حاجات تخيل لو انت كنت موجود في الزمن ده او موجود في المكان، احنا بنتكلم على الزمان، في مكان يهاجم ويحارب فيه الاسلام. موقف اثر فيها جدا من كام يوم في غزه، طفل فلسطيني هجموا عليهم وطردوهم من بيتهم وهدوه، فالراجل خد عيله وقعدوا في مدرسه، مدرسه انت بتروحها كام ساعه وبتيجي زهقان منها، دول بقى قاعدين نايمين اكلين شاربين في المدرسه. فالولد بيكلموه بيتحاوروا معاه، فقال لهم اشمعنى احنا مش زي اطفال العالم، انا افتح التلفزيون الاقي الدبابات والاقي طيارات والاقي جنازات كل شويه ناس بندفنها، ليه ما بلاقيش كرتون، ليه ما بلاقيش كذا. والولد بدا يبكي. فكان موقف فعلا تخيل، طب لو انت مكان الطفل ده موجود في فلسطين، ده الايام اللي فاتت لما غابت الشرطه كنت تمشي اي واحد في الشارع معاه يا اما شومه يا اما معاه ايه سكينه وكده، اي صوت تسمعه كله ينزل الشارع، صح كده؟ طب الناس اللي عايشه بقى ليل نهار تحت الدبابات والطيارات والصواريخ وبتاع، كان هيبقى حالك ايه؟ مش صح؟ مش تحمد ربنا اللي انت مش كده، اللي انت بتعرف تنام، اللي انت ما بتجيش من الشغل تلاقي بيتك اتهد، ما تجيش من الشغل تلاقي كوم تراب، ما تجيش من الشغل تلاقي عيالك كلهم حتت لحمه متقطعه، ما تجيش تيجي تروح المدرسه بتاعتك تلاقي ما فيش مدرسه. مش ده موجود في بلاد المسلمين المضطهده ولا مش موجود؟ انت ربنا نجاك من كل ده، تحمد ربنا ولا لا؟ تحبه ولا ما تحبهوش؟ تخيل لو انت مش موجود في العصر بتاعنا برضو تاني، وشوف هيترتب على كده ايه. زمان كان العرب ما ينفعش يعملوا حمامات في البيوت، ليه؟ كانوا بيتخذوا الكنف في البيوت ليه؟ ما كانش فيه احمد عثمان، عثمان احمد عثمان ما كانش فيه صرف صحي ولا طلعت مصطفى. يعني لو هم عملوا حمامات في البيوت هيفضلوا بقى يعملوا ايه؟ فاهمين؟ مش هيعيشوا بقى في البيوت. طب امال ما واحد عايز يعمل حمام كان يعمل ايه؟ يخرج حتى يذهب ولا يرى. طب انت في عز الشتاء والبرد واتزنقت بقى وعايز تعمل حمام، هتعمل ايه بقى؟ ياه، احنا في نعم كتير قوي والله، والله في نعم كتير. وخلي واحد تعبان وعنده السكر، يعني كل 10 دقايق ايه يا خبر عنا، انت مفيش خطوات تدخل الحمام دقايق وتروح رايح نايم تاني والفرشه لسه سخنه. ما بالك دول بقى كانوا يطلعوا مشوار على ما يروح عند الجبل ويعلم بقى حاجه تطلع تقرصه ولا حاجه تعضه ولا حاجه، واخد معاه سلا. موضوع كبير. انت دلوقتي لا، سهوله. تخيل برضو في زمانهم عايز مثلا تروح تحج او تعمل عمره، يقول الواحد يطلع اخد بالك ياخد سنتين او ثلاث سنين حسب البعد حد ما يوصل مكه، يحج ياخده ثلاث اربع سنين على ما يرجع، يرجع بقى ناس عاشت وناس ماتت وناس اتولدت، ممكن يموت في السكه ويطلع عليه قطاع طريق، يطلع عليه حيوان ياكله ويفترسه، يعني يبقى رايح في الطريق الناس بتحج، اخد بالك، ولسه في الطريق جه حج ثاني، وهو لسه في الطريق جه حج ثالث، عشان طالع مثلا من الاندلس ورايح عشان بس حجه واحده وعمره واحده. كم واحد لو احنا في زمانهم كم واحد كان هيطلع يحج ويعمل عمره؟ تخيلين دلوقتي هم ساعتين ثلاث ساعات تلاقي نفسك في مكه، صح ولا غلط؟ بتحمد ربنا ولا لا؟ تحبه ولا ما تحبوش؟ تخيل في ايامهم والطب كان شكله ايه، واحد عايز يعمل عمليه يعمل ازاي؟ يدوي بقى. يعني ايه يدوي؟ يعني اجيب سكينه وهجيب منشار وهجيب مش عارف مفك، الحاجات الموجوده يعني، يفتح حاجات بسيطه التخديرات والحاجات ما كانتش زي دلوقتي. طب انت كنت هتتحمل كم عمليه من النوع ده بقى؟ زي عروه بن الزبير لما قطعوا له رجله بالسكينه وبعد كده المنشار عشان يقطعوا العظم وبعد كده حطوها في الزيت المغلي عشان الدم ايه؟ يكتم. ايه ده؟ بيقول ده بس عشان واحد رجله بس فيها مرض وعايزه تتعالج. طب يعملوا لك عمليه في عينك؟ ولا مثلا زي عند النصارى ما كان الطب مثلا في العصور الوسطى متخلف جدا وكانوا بيتعلموا، بيجوا دورات في بلاد المسلمين ياخدوا كورسات عندنا ويروحوا ايه؟ فبعض الاطباء المسلمين بيحكي ان واحده كان عندها شويه وساوس وبتاع، فكان هو المفروض هيقرا عليها بتاع هيعالجها، فجه طبيب السيس ونحو ذلك فراح فاتح راسها على هيئه الصليب اخد بالك وحشيها ملح وبتاع ومش عارف ايه، فالست ماتت. فقال الان قد استراحت، يعني هي كده هي ما فيش وساوس تاني اخد بالك. يجي له واحد عنده دمل في رجله، دمل
استنى بس. فقال له ايه الدكتور ده كان مشهور بالربط على طول، اول ما يجي له المريض يربطوه البرطوه. فالمهم قال له إيه تختار ايه، تعيش برجل واحده ولا تموت؟ انت لو اتقال لك كده طبعا عيش برجل واحده اربطوه، راحوا رابطين وراح قاطع له رجل، خلاص هنسيبك برجل واحده وعيش. يلا والله انا بقول لكم كلام موجود في كتبهم، ده كان الطب كان عندهم. فتبقى تخيل لو انت بقى موجود في الزمن ده عشان تتعالج من دم ال تبالك دلوقتي، انت اي صيدليه مسكن ولا مضاد حيوي خلاص، صح ولا مش صح؟ شوف الزمن اللي انت فيه، وشوف اليسر والسهوله، وشوف البساطه اللي احنا فيها، شوف وسائل المواصلات، شوف الطيارات، شوف الكهرباء، شوف مش عارف ايه. زمان كان مثلا وقت النور عندهم ايه؟ من طلوع الشمس لغروب الشمس، خلصت الشمس غربت زي الفراخ بقى كله ايه؟ خلاص ما هتولع نار. طيب وبعدين يعني ولعت النار دي هتعمل لك ايه؟ والعجيب ان الناس دي طلع منهم عظماء، واخد بالك؟ أنار العالم رغم كل هذه الايه الامكانيات الضعيفه. واحنا دلوقتي شوف الكتب شكلها ايه، وشوف الاناره عاملاها ايه، وشوف وشوف، والناس مكسله، الله المستعان. بس دي كلها امارات حب من الله لنا. تخيل لو انت كمان، كل ده بنتكلم عن سبق فضل ربنا سبحانه وتعالى ليك، يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتدأك بالنعم قبل ان تسأل. وانت ممكن تقول انا سالت ربنا انجح ونجحت، انا طلبت وجه، لكن انا بقول لك بقى قبل ما تسال خالص الحاجات دي اتعملت لك من غير سؤال. يبقى الاله اللي عمل ليك ده كله حبك ولا بيحبكش، يبقى انت تعمل ايه؟ تنام باين عليك، تعمل ايه؟ تحبه، تشكره، تعبده. تخيل لو انت في مكان غير المكان يا استاذ اللي انت فيه، يعني انت مثلا اتولدت في افريقيا، شوف بقى افريقيا الشمس دهنتهم اسود، ما فعلا ما ده واقع. ده الصعيد ما بنعرفش نروح، لو رحت الصعيد تيجي اخد بالك محدش عارف يلمسك من الحراره، يبقى سخن. تخيل لو انت اتولدت في الاسكيمو، مش وارد يعني؟ في ناس بتيجي من روسيا يقول لك بس احنا جايين لحاجتين، الشمس والبحر. ليه؟ ما عندهمش البحر، عندهم ثلج والجو ثلج، لدرجة واحد في روسيا بيهرش ودنه وقعت. والله حقيقي عجائب حصلت. ليه تعرف؟ اتجمدت، نشفت كده، اوعى تهرش بعد كده. تخيل الإمام الزمخشري رحمه الله يذكر أيضا في ترجمته أن رجله قطعت بسبب الجليد في أثناء طلبه للعلم. أنت لا، ده أنت الدنيا ربيع والجو مش عارف إيه وعايش، بس حد بيشكر؟ حد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم موجودة وبنتقلب فيها ليل نهار، بس للأسف ناسيين اللي احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى. بقت حاجة طبيعية، بقت حاجة خلاص روتين في حياتنا، قليل لما الإنسان يفكر انه يشكر ربنا. كمان هقول لك حاجة في سبق فضل الله عز وجل ليك، انت اتولدت الأبوين ايه؟ مسلمين، صح؟ طب وفي ناس اتولدوا الايه؟ الأبوين نصارى، صح؟ هتقول لي كنت هبقى مسلم طبعا طالما ربنا منع معاك، بس انت هتتحط في اختبار، صح ولا غلط؟ هتتحط في اختبار، تسلم ولا يا عم؟ حاجات طبيعية دي بتحصل في مكان، خليك هنا. فاتولد مثلا لأبوين يهود، هتبقى مسلم ولا مش مسلم؟ انت ربنا عفاك من الاختبار ده خالص واتولدت لأبوين ايه؟ اتولدت الأب بيسجد لبقرة، البقرة لما تعدي كده في الشارع يقفوا لها تعظيم سلام، تبولت يتبركوا، تبرزت. ايوه روحوا شوفوا في الهند استغربوا ليه، والمرور يقف عشان البقره معديه، مين يجرؤ ده ان هو يعدي قبليها؟ ولو دخلت اي محل فاكهه مثلا هتاكل اللي عايزاه بقى، يبقى في غايه السعاده لان الهه ربه بيزوره في المحل، بياكل عنده، ياكل اللي هو عايزه. كان الاخوه الدعاء الى الله يروحوا الهند ياخدوا معاهم برسيم وبالليل كده يهوشوا للبقره عشان ايه؟ ويذبحوها. ما هو واحد بيعبد من دون ناكلها بدل ما ايه؟ ما يعبدوها. خدت بالك؟ انت ربنا عافاك من الاختبار ده خالص. تخيل لو انت ولدت لاب او ام بيعبدوا الصليب، حاطط لك صليب في صدرك ومش عارف ايه، يعمل لك كده ويعمل لك كده، وايدك فين الصليب اللي في ايدك؟ بص في ايدك كده في صليب. طب شكرت ربنا على النعمه دي؟ تحبه ولا لا؟ دفعت كام عشان تبقى مسلم؟
مقصرين والله. اجي بقى اقول لك قوم صلي ركعتين قيام ليل ولا بعد بكره الخميس صوم، تقول لي اصل والظروف والاحوال وربنا يسهل. يا عم احنا لو من ساعه ما اتولدنا لحد ما هنموت ساجدين مش هنشكره على نعمه واحده من نعمه، صح ولا مش صح؟ يبقى شوف كده، اسبح بفكرك عبر الزمان، اسبح بفكرك عبر المكان، اسبح بفكرك عبر البيئات المختلفة عشان تعرف تشكر ربنا وتعرف قدر نعم ربنا عليك. امتحانات صعبة كنت ممكن تتحط فيها فيما يتعلق بالمكان أو بالزمان أو بالأبوين، عافاك الله من كل ذلك. كمان في سبق فضل الله عليك، لسانك ايه؟ عربي، لسانك عربي. أي واحد في دولة أوروبية أسلم جبت له القرآن هيعمل إيه؟ مش عارف، مش فاهم، مش عارف يقرأ، وما ينفعش يصلي بإنجليزي، لازم يقرأ الفاتحة بالإيه؟ حتى لو مش عارف ماشي الفاتحة عشان ركن، لو ما قرأش السورة مش مشكلة، بس طب هو حتى هو بيقرأ فاهم؟ ده عايز بقى موضوع كبير عشان يفهم إيه؟ المعاني. طب أنت موجود ده عندك؟ ولا مش موجود؟ الحمد لله مش موجود. تفتح المصحف تقرا تفهم على الاقل يعني نسبه ولو يعني، بس بتفهم، ولو حتى وقفت معاك حاجه هتفتح كتاب ايه؟ تفسير. لكن هو يفتح مصحف يفتح تفسير ما يعرفش يقرا عربي. فربنا سبحانه وتعالى عافاك من الاختبار ده كله والمجهود اللي انت كنت هتبذله عشان تتعلم اللغه العربيه وتولدت في بلد ايه؟ عربي، بتعرف تقرا عربي، بتعرف تفهم العربي، يقرا الامام الايه قلبك يحسها، تتاثر، تبكي، تخشع. لكن تخيل لما يبقى اجنبي مش فاهم اي حاجه والإمام عمال يبكي ويتقطع وهو إيه؟ ها؟ مش متأثر عشان مش فاهم. وإن كان سبحان الله العاجم القرآن بيأثر فيهم حتى بدون ما إيه؟ ما يفهموه. شوف كمان سبق فضل الله عز وجل عليك في العافية عشان تحبه أكتر. سبق فضل الله عز وجل عليك في العافية إزاي؟ اللي أنت اتخلقت معافى. يعني في واحد مثلا اتخلق عنده خلل في القلب، عنده خلل في المخ، عنده شلل، واخد بالك، برجل واحده، بعين واحده، ايه ايه الى اخره، صح؟ موجود. طب انت ايه؟ مفيش. كل حتى خلي بالك ممكن واحد يقول طب الناس دي ذنبها ايه يا عم الشيخ؟ اشمعنى يعني هم؟ اقول لك لا، ما ذنبهمش حاجه، ده باب تاني من ابواب الرحمه بيهم، لانه لما يصبر على البلاء ده اجره هيبقى عند ربنا عظيم، ولعل ثواب صبره على البلاء، ثواب صبره على البلاء اعظم من ثواب عملك الصالح انت. لأن الله إذا أحب قوما إيه؟ ابتلاهم. لكن أنا بكلمك إن أنت في نعمة العافية، ولا عندك قصور في مخ، ولا عندك مش عارف إيه في القلب، ولا عندك إيه في الرجل، ولا عندك ده كله خالص. لأن أنت لو ابتليت يبقى أنت بين اختبار، في اختبار، يا إما تصبر يا إما ها تسخط، تتسخط، مش راضي عن ربنا. ليه ربنا عمل فيها كده؟ أعوذ بالله. لا، ده ربنا عافاك من الاختبار ده وخلقك سويا معافا سليما. تحمده ولا لا؟ تحبه ولا ما تحبوش؟ عشان كده وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله لا تحصوها. أدي السبب الأول اللي يفجر في قلوبنا ينابيع حب الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني معونته لك على طاعته، أو ممكن نسميها هدايته، معونته لك على طاعته أو هدايته. أنت صليت العشاء؟ مين اللي خلاك تصلي؟ ما ناس في الشارع ما بتصليش. مين اللي جابك المسجد وسابهم بره؟ يبقى تحبه، أخد بالك. مين اللي خلاك تحب القرآن وغيرك ما بيحبش يفتح المصحف؟ مين اللي خلاك تحضر الدرس وغيرك ما بيطقش يسمع الدرس؟ اول ما يسمع ان الحمد لله ما يحبش الكلام ده، يحبش الناس دي، طب تجيب له مش عارف ايه العشق والغرام والحب، يا سلام، ايه يتمزج قوي. انت اعرف ان انت بقى في نعمه كبيره جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى خلى قلبك ده يحب الذكر، خلى قلبك يحب الخير، خلى قلبك يحب الايمان، شرح صدرك للايمان، كره ليك الضلال، كره ليك الكفر والمعصيه، خدت بالك، كره ليك النظر للحرام، كره ليك افعال الاثم وافعال الشر. مش ده خير تحمد ربنا عليه؟ عشان كده قال ايه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ايه؟ مين يكمل؟ ما زكى منكم من احد ابدا. يعني ايه زكى؟ لا ها؟ اتقى، قد افلح من زكاها وقد خاب
من دساها يعني عمل بطاعة الله فزكت نفسه وصالحت نفسه وصار من الصالحين. الذي حبب إليك الإيمان والذي زكاك والذي أعانك على الطاعة هو الله سبحانه وتعالى. وإلا ممكن في بعض الأحيان تلاقي نفسك عايز تقوم صلي الفجر مش قادر، كسلان، تعبان، مع إنك ممكن تبقى نايم واخد راحتك في النوم، بس في حاجة غلط أنت عملتها، في ذنب، في تقصير، خد بالك. فربنا ابتلاك بأن أنت تتكاسل، ربنا ابتلاك بأن أنت عندك فتور، خد بالك. ممكن وانت جاي تصلي تلاقي واحد تقيل جه يزورك، تقيل مش تقيل في الوزن، يا بخت منظر وايه مخفف. عشان كده بعض الأئمة قال ايه، اذا ضاعت عليك صلاة الفجر فلعن الثقلاء، لما تضيع عليك صلاة الفجر ادعي على الثقلاء، لانه جاي لك بالليل وسهرك فانت نمت وايه وضاعت عليك الصلاة، خدت بالك. ممكن يتصل واحد غلس بيك وانت خلاص رايح تصلي ويقعد ويقعد يرغي، عايز انت تقفل عشان تلحق اول تكبير، عايز تلحق اول ركعه وهو مش ايه وارد، يبقى ده خساره خسرتها. مين بقى اللي زال كل ده من قدامك ويسر لك طاعته؟ هو. ممكن تيجي تذكر الله تلاقي لسانك مش مطوعك، وغيرك اخد بالك لسانه على طول شغال في ذكر الله سبحانه وتعالى. ممكن تيجي عشان تصوم الخميس او تصوم الاثنين تلاقي لا مش حصوم، خدت بالك. وتلاقي نفسك في احيان تانية ربنا بيعينك على الصيام ويحبب لك الصيام. عشان كده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، يا عم يا سرحان، النبي نفسه قال ايه، وان اهتديت، مين يكمل؟ الناس الحافظه، وان اهتديت ايه فبما يوحي الي ربي. يبقى هدايه الرسول كانت بايه صلى الله عليه وسلم؟ بما يوحي اليه اللي هو الايه، القران، الوحي، السنه. مش تحمد ربنا ان هو عصمك من الفجور؟ تشرب خمره؟ مين اللي بيشرب خمره يرفع ايده؟ بتضحكوا ليه؟ مش في ناس بتشرب خمره وفي سنكم؟ طيب مين اللي حفظك من شرب الخمر؟ شكرتوا على النعمه دي؟ مين اللي حفظك من فعل الفواحش، الزنا وغيرها؟ هو، صح؟ شكرتوا عليها؟ مين اللي حفظك من التعامل بالربا؟ الله، شكرتوا عليها؟ طب اقول لك حاجه اكبر بقى، مين اللي حفظك وبيحميك عشان تموت مسلم؟ هو انت اصلا فكرت ان انت ممكن تموت مش مسلم؟ تقول لي ايه الكلام بقى اللي انت بتقوله، يعني انت مفكر ان احنا ممكن نموت كفار؟ هقول لك طب ايه يعني، ايه المشكله؟ ايه المشكله الانسان المقصر المفرط البعيد عن ربنا ممكن يموت كافر؟ الشاب اللي في حادث سياره واحد قرب منه بيقول له قل لا اله الا الله، عايز يلقنه الشهاده عشان من كان اخر كلام ايه، لا دخل الجنة، فقال له يلعن وراح سبب له الدين، مش عايز أصوم ولا صلي، يعني يقول له انت مالك يا أخي، مش حصوم ولا صلي، وراح سبب الدين وراح ميت، مات ايه، كافر. وهو عايش هتقول لي ما كانش بيصلي، ما هو ترك الصلاة كفر أصغر يعني مش خارج من الملة، بس المواظبة على المعاصي والعياذ بالله وصلته في الآخر للايه، خناقه في الشارع ومعلش وبتاع وبيسلكه، تعال اعمل حاج اقعد اعمل حاج، راح جايبين له كرسي، راح سب الدين بقى، فقع كام ايه، كام سب كده وكام يمين، وبيقعدوه على الكرسي، قاعد على الكرسي مات. اخر حاجه في حياته كان سب الله، مات ايه، مات كافر والعياذ بالله تعالى. هتقول لي انا لا يا الحمد لله انا مسلم وحافظ قران، اقول لك هو انت ولا سيدنا ابراهيم؟ اللي احسن من سيدنا ابراهيم كده يوريني نفسه، مين يا جماعه؟ في احسن من سيدنا ابراهيم؟ فينا احنا؟ مفيش. طب سيدنا ابراهيم كان بيدعي ربنا انه ما يعبدش الاصنام، انت ما دعيتش الدعوه دي، قال ايه سيدنا ابراهيم؟ وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. هو مين اللي حطم الاصنام يا شباب؟ هو اللي حطم الاصنام ممكن يعبد الاصنام خايف على نفسه، اللي بنى البيت بنى الكعبه خايف انه يعبد الاصنام، اللي قدم ابنه هيذبحه لامر الله سبحانه وتعالى خايف يعبد الاصنام، اللي ما عملش حاجه من دي بقى خالص في بطنه بطيخه صيفه ولا مش عارف ايه، ومفكرش انه ممكن يقع في الكفر والشرك. عشان كده الامام ابراهيم التيمي رحمه الله لما قرا الايه دي قال كلمه جميله جدا، قال ومن يامن البلاء بعد ابراهيم؟ مين ده اللي ما يبقاش خايف ويبقى مطمن على نفسه وعلى ايمانه؟ مين ما يخافش؟ اذا كان ابراهيم ايه؟ خاف من عباده ايه؟ الأصنام. إحنا نبقى إيه بقى؟ أخوف. يبقى اللي بيعصمك وبيحميك من المعصية وبيبعدك عنها وبيخليك تكرهها هو مين؟ تحبه ولا لأ؟ حتى لما تدخل الجنة إن شاء الله ربنا يجمعنا في الجنة، قولوا أمين. لما تدخل الجنة أهل الجنة ناس محترمة مؤدبة، يقولوا إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنت عايش بالله عليك المعنى ده؟ ولا أنت شايف نفسك ومعجب ومغرور ده ما فيش أحسن من كده وصوتي جميل وحافظ وبحضر وبخلي وبسم؟ يا عم أنت فوق لنفسك شوي. ده أنت لولا الله ما اهتديت. إذا كان الصحابة كانوا بيقولوا كده والله لولا الله ما اهتدينا، صح ولا مش صح؟ ولا تصدقنا ولا إيه ولا صلينا. إحنا عايزين نعيش المعنى ده إخواني، نعيش معنى أن إحنا لولا ربنا ما كناش صلينا، لولا ربنا ما كناش جينا الدرس، لولا ربنا ما كنتش ملتحي، لولا ربنا ما كنتش تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ربنا ما كنتش تحضر درس. ساعتها هتتواضع ليه، هتنكسر ليه، هتخضع ليه، هتحبه، هيزيدك. لكن لما تبقى شايف نفسك وانا اللي بعمل وانا اللي بخلي وانا اللي بسوي وانا بروح وانا بحفظ، هتخزل والعياذ بالله تعالى. ثلاثة من مظاهر حب الله ليك اللي هي بتفجر فعلا في القلب يا نبيع الحب من العبد لله سبحانه وتعالى، استشعار معنى القيوم. ايه القيوم ده؟ قولوا. بنفسه ولا بنفسه؟ طب ينفع القيام؟ ما لكم القيام، ينفع نقول الله القيام في ايه؟ ده هو الحديث فيه كده، قيام السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرضين، يبقى القيام هي الايه. طب يعني ايه القيام؟ لما اقولك فلان قائم خدت بالك، وفلان ده ما خدوش باله، لما اقولك فلان ده ضارب، وفلان ده بقى بيضرب كتير، اقول عنه ايه؟ ايوه ضراب، اللي بتسموها ايه في اللغة العربية؟ صيغة مبالغة، يعني عايز اعبر عن حاجة ايه كتير بتحصل كتير. فرعون كان بيعمل ايه في بني اسرائيل؟ هو قال يذبح ابنائهم، قال ايه الفرق بين يذبح ويذبح؟ استكرار وقسوة وغلظة. يعني ممكن مثلا عشان يجيب واحد يذبحه ويقطع له ودنه ويقطع له مش عارف ايه، يقطع له مناخيره ويزغزغه كده بالسكينة هنا وبعد كده ايه قسوة. لكن يذبح، حتى شوف الكلمة يذبح سهلة، لكن يذبح حسيت ان فيك ها خدت بالك. اللي هي العلماء بيقولوا لما يزيد مبنى الكلمة، يعني البناء بتاعها الحروف، لما تزيد اذا زاد المبنى زاد المعنى. لما يزيد مبنى الكلمة حروف المكونة ليها يبقى معناها ايه. عشان كده سيدنا سليمان لما كان هيعدي وهيدوسوا على النمل، النملة قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم يحطمنكم. ليه؟ لان مليون نملة هتدوس عليهم برجلك حاجة مش هتحس ان رجلك هتقع، يعني صح؟ مش هتحس ان في حاجة تحت رجلك، حاجة بسيطة يعني مش محتاجة. وشوف مثلا قراءة ايه، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط، في قراءة تانية تساقط، يعني كتير تمر كتير خدت بالك. فاحنا عايزين هنا نفهم بقى معنى القيام او القيوم من اسماء الله سبحانه وتعالى. العلماء بيقولوا معنى القيوم او القيام اي القائم بنفسه المقيم لغيره. يعني ايه برضو؟ هتنام ولا ايه؟ ممنوع حد يتوب في الدرس دي، ما بحبهاش ابدا، معايا مسدس خرز كده خدت بالك. بنقول ايه بقى؟ ايوه بص لي، القيام واحد في غرفه العنايه المركزه عنده خلل في التنفس وخلل في كذا، بيركبوا له ايه؟ ايوه الخراطيم دي. ماشي، ايه فايده الخراطيم؟ صح، لو واحد بقى دخل وسع يا جدعان، انت اهو شايل الايه الخراطيم دي كده فجاه، بيحصل ايه للمريض؟ ليه؟ طب انا عايزين احنا بقى يا اخواني نحس ان احنا لولا ربنا كنا هلكنا. انا عايزك دلوقتي حالا تتنفس، يلا. لا، ما انت بتتنفس بيه، بإرادته هو. أنا عايزك تتنفس أنت بإرادتك أنت، يعني إزاي؟ خد نفس وطلعه، يعني ثلاث دقايق كده بس نعملها كلنا، معلش يلا ابدأ، معلش ابدأ معايا. إيه أنت لسه عملت؟ سلمت من الأول، اعمل 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 يلا يلا. لا مش لازم، ليه؟ عادي اتنفس بس كده، خد نفسك بس بإرادتك أنت يعني، يلا. أنا هحسب أهو، ده صح كده، كملت دقيقة؟ ما كملش دقيقة وحيدوخ. طب بالله عليك بقالك كام سنة بتتنفس؟
قولوا بقى كم سنة؟ وقبليها كنت وقبليها وانت جنين بتتنفس لما نفخ فيك الروح. طب بالله عليك فكرت تقول اللهم لك الحمد على نعمة التنفس؟ شفت بقى ده معنى القيام، ان كل جسمك شغال بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بحفظ الله سبحانه وتعالى، بإرادة الله، بمعونة الله سبحانه وتعالى. لو تركك خلاص تضيع تهلك. زي بالظبط كده ان الله يمسك السماوات والأرض ان ايه أن تزول، وإيه ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعض. يعني لو تركت السماء وتركت الكواكب وتركت النجوم في الفضاء لوحدها هيحصل إيه؟ ها شوف بقى هتروح بقى فين؟ هتقع فين يا عم؟ هي الأرض هتقع على الأرض؟ هتقع تروح فين؟ هتسبح في الفضاء الكوني بقى. شوف أنت ونصيبك بقى، تقرب من الشمس نتحرق كلنا، تبعد نتجمد كلنا. مين اللي مسكها في المكان ده بالدقيقة أو بالثانية؟ الله القيوم القائم على المصالح بتاعتك. شوف بيحبك ازاي. نعمة البصر، نعمة البصر. انا عايزكم تقروا عن نعم الله يا اخواني، في كتاب مهم جدا يا شباب لازم كلكم تقروه. كل ما تقرا الكتاب ده تحس ان انت عملت انت كده، ايه النعم دي كلها يا رب؟ انا ما استاهلش، انا مقصر، انا كذا. اقرا الكتاب ده مهم. اكتب بقى اسمه، اكتب يا رب اسمه آيات الله المبهرة. قريته؟ حد قراه؟ حد قراه؟ يا خسارة. يروه آيات الله المبهرة ونعمه المتواترة، الشيخ هاني حسن، الدار العالمية اللي في حط مصر اللي عاملاه. كتاب ما شاء الله، اقراه واقراه على اخواتك وعلى والدك ووالدتك واصحابك في المدرسة. يعني كتاب ما تملش من القراءة فيه. بيذكر فيه في نعمة البصر، يقول لك هو عامل رحلة في جسم الإنسان، هنا في ايه وهنا في ايه وهنا في ايه، ودي نعمه نعمه قد ايه، ودي ودي ودي. اخدت بالك؟ فبيقول لك ان واحد كان عنده حاجه و50 سنه بس كان بصباص. عارفين يعني ايه؟ يعني ما بيغضش بصره عن الحرام والعياذ بالله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض غريب جدا اسمه ايه؟ ارتخاء الجفون. يعني ارتخاء الجفون يعني جفونه نزلت كده، لما عاوز يبص يعمل كده. شفت العذاب؟ ولو فضل الإنسان عاصي لله وبعيد عن الله سبحانه وتعالى والعذاب الآخرة إيه؟ أشد. طيب ممكن واحد يفهم من دية حاجة تانية، إن ربنا ابتلاه بالمرض ده، أنت ممكن تفهم من كده إنه بيحبه؟ شوف بيقولوا لا، أنتوا ليه بتحبوا تعذبوا الناس ليه يا جماعة؟ ده هو عينه دي هتدخله النار، فربنا سبحانه وتعالى قفلها له. مش انت مش راضي تبطل؟ قول لك غض بصرك، مش راضي تغض؟ طب اهو هيبص ازاي؟ عشان بقى يبص لاي واحده يرفعوا لي والله عشان ابص، هيحصل ولا خلاص بقى هيغض غصب عنه؟ ها هيغض غصب عنه ولا لا؟ هيغض. لو هو بقى صبر على الابتلاء يبقى هياخد على البلاء ده ايه؟ حسنات واجر. يبقى حتى الابتلاء رحمه من الله سبحانه وتعالى، عشان ما تفكرش ان هو طالما ابتلاك يبقى بيكرهك. لا، ده ممكن الابتلاء ده يبقى سبب لرفعه الدرجات بتاعتك في الجنه. يعني انت عملك الكحيان ده مش جايب الدرجه بتاعتك في الجنه، فيبتليك بكسر رجل، يبتليك بمرض، يبتليك ويديك الصبر فتصبر فيرفعك في الجنه. بدون المرض ده وبدون الابتلاء ده ما كنتش وصلت للايه؟ للدرجه اللي ربنا كتبها لك، فتحمد الله سبحانه وتعالى. النفس اللي انت قلت لك تنفس 3 دقايق 5 دقايق ما عرفناش، شوف بقى لك كام سنه بتتنفس. البصر اللي شغال بقى له كام سنه، القلب اللي شغال عمال يضخ في الدم، ولا احسن مطور كام حصان شغال، ولا انت سائل فيه اصلا، صاحي نايم القلب ايه؟ القلب شغال صح ولا مش صح؟ الكليه اللي عماله ترشح السموم من الجسم فيها حوالي 1,000,000 جهاز ترشيح. الواحد مننا بيغسل كم مره؟ 36 مرة في ايه؟ في اليوم. ومريض الفشل الكلوي 3 مرات في الأسبوع. تحمد ربنا على نعمة الكلية. جهاز الغسيل الكلوي أكبر من من المكتب ده، والكلية عندك عاملة زي البيضة. شوف بتقوم بوظائف قد ايه. كتير مننا مفكرش انه يشكر ربنا على النعمة دي. غير بقى القلب وغير النفس وغير الكلية، الأجهزة الدقيقة جدا اللي موجودة في جسمك وشغالة بدون أنت ما إيه؟ ما تحس، وبدون أنت ما تشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. نعمة الطعام يا إخواني، فلينظر الإنسان إيه؟ إلى طعامه.
طب انت نظرت للطعام قبل كده؟ ولا اول ما يتحط الاكل ما بتتفاعل على طول، بتلتحم؟ كتير مننا غايب عن المعنى. فلينظر يا عم ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يأمرنا بالاكل قال انظروا الى ايه؟ ثمره اذا اثمر. كتير مننا ما بيعملهاش. انظر كده للطعام، شوف الرغيف اللي قدامك ده، انت تعرف انه مر بكم مرحله عشان يوصل لك؟ هو ليه الفلاح يشتغل فلاح ويغرس في الطينه ويتبهدل في البرد؟ مش ده تسخير من ربنا ليه عشان يوصل لك الاكل؟ لو الفلاح قال لك لا مش هشتغل فلاحا، خليهم بقى ياكلوا بقى، شوفوا ما يجيبوا عيش منين، استورد عيش من الصين، هتعمل ايه؟ مش هشتغل فلاح ومش هزرع لك قمح ومش ده حاجات بقى، موضوع كبير بقى. طب انت بص للاكل عشان تشكر نعمه ربنا. فلينظر الانسان الى طعامه ان ايه؟ هو مين اللي بيصب الميه؟ مش انت بتجيب الاله وبتصب؟ شوف القران بيقول صببنا، بينسب لمين؟ لله. ثم شققنا الارض شقا، فايه انبتنا فيها ايه؟ حبه وعنبا وقد وايه لمين ده كله؟ حد كده اما يسمع الايه متاعا لكم، وقفت معاها كده بالله عليك، كل ده عشان تتمتع وفي الاخر مش قادرين نشكر، مش قادرين نعبد، نشتكي ناس للعباده كتيره واصل كذا واصل ما ينفعش. مين اللي انعم عليك بنعمه النوم؟ بس مش في الدرس، ها؟ لان النوم في الدرس من مين؟ من الشيطان. نعمه النوم دي نعمه، ما تفكرش ان لا ده لازم الانسان عشان طبيعه الانسان لازم ينام. في ناس ما بتعرفش تنام، يقول لك لازم مسكن ولازم مهدئ ولازم ولازم، انت ما فيش الكلام ده عندك خالص، ما بتتوصاش، صح كده؟ في اي حته بيجي تنام وبترتاح. طب وانت نايم، حد هو نايم بيسد مناخيره؟ ليه؟ مش ممكن حاجه تخش صراصير بتاع كده؟ ايوه والله ممكن. طب مين اللي بيحميك؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. آية هي في المصحف وكتير مننا مش واخد باله منها. من يكلأكم، من يحفظكم؟ كتير مننا برضه ما بيفكرش في النعمة دي. حتى وانت نايم محفوظ يا أخي، محتاجين نشكر ربنا والله. شعرك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. انت دلوقتي لما عايزين يعملوا عملية مثلا حتة صبع مثلا زيادة أو مش عارف في دمل ولا بتاع، قبل ما يعمل العملية بياخد ايه؟ قولوا يا شباب ليه بنج؟ طب شعرك ده مش جزء من جسمك؟ لما بتيجي تحلق ما بتاخدش بنج ليه؟ مفيش اعصاب. ومين اللي خلقه ما فيهوش اعصاب؟ الرحيم بيك. تعرف ليه؟ عشان لو كان الشعر فيه اعصاب هتحتاج عند كل حلاقه تتبنج بنج كلي. هنلاقي ناس واقفين طوابير عند المستشفى دول اللي جايين عشان يتبنجوا عشان يحلقوا. بتضحكوا ليه؟ والله نفس الكلام في ضوافرك. لما تيجي تقص ضوافرك بتاخد بنج؟ ليه؟ ما فيهاش اعصاب. لو فيها اعصاب كنت هتتبنج عشان تقص ضوافرك. انت عارف هتعمل ايه بقى؟ لا مش هحلق، خليه، انا لسه هروح، انا مش فاضي، انا جاي شغل تعبان، انا عندي مش ها يبقى شعر الناس بقى اعمل ازاي؟ هو ايوه. او حتى على الاقل لما يبقى مدلدل كده نروح نتبنج. كم مره حلقت ونسيت تقول له اللهم لك الحمد؟ كم مره قصيت ضوافرك ونسيت تحمده؟ شفتوا بقى باب الفكر ده بيفجر في القلب ازاي؟ حب الله سبحانه وتعالى عشان تعرف النعم. رموش عينك تلاقي ده لفوق وده ايه؟ ليه؟ عشان لما تقفل ما يدخلوش في بعض كده، لان لو كانوا الاثنين ده كده وده كده كل قفله عين هتحتاج الواحد يفتح لي عيني لو سمحت يوم. ايوه. ليه عمل لك فتحتين في مناخيرك مش فتحه واحده؟ ليه؟ عشان لو دي تسدد بالبرد التانيه ايه؟ تشتغل. خدت بالك؟ وشعيرات جوه عشان الهواء يتدفى قبل ما يدخل، وحراره القصر والهواء ممنوع، لازم درجه معينه في 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 تدفئه الجو ما يتغيرش، والا يجي لك التهاب رئه وتبقى مشكله كبيره. وتلاقي سائل في بقك صح؟ وسائل في مناخيرك صح؟ وسائل في ودنك صح؟ وسائل في عينك. ليه ده ما بقاش هنا وده ما بقاش هنا وبدلنا السوائل؟ سبحان مين اللي حدد كده؟ مش هو عشان بيحبك؟ انت بقى عيش بقى في الباب ده مع الكتاب بتاع ايات الله المبهره عشان نعرف قدر نعم ربنا علينا قد ايه. حتى لما يتسلط عليك عدو، سواء كان عدو بشري او عدو جني، هو بيحفظك وبيحميك. واما ينزغنك من الشيطان نزغ ايه؟ استعذ بالله يحميك منه، انه هو السميع العليم. لما تسافر يحفظ اولادك، عشان كده بتدعي تقول ايه؟ اللهم انت الصاحب في السفر وايه؟
والخليفة في الأهل يحملك أولادك ويحفظهم، تستودعهم الله فإيه يحفظهم ويرعاهم سبحانه وتعالى. مين اللي بيأكلك وبيشربك؟ طب بالله عليك لما واحد كده انت عمال تصرف عليه وتنفق عليه وتعمل وتعمل وفجأة تلاقيه بيسمعش الكلام، تقول له يا أخي روح، ده انت لحم ايه صح؟ وهو يعني ايه لحم اكتفه من خيره، دفع له كام يعني؟ لكن ربنا بقى سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. مش انت ربنا اللي بيطعمك هو ولا لا؟ ولا في غيره؟ هو وقادر اللي انت ما تقدرش تاكل. يعني كان مريض في المستشفى بيصرخ، فواحد عدى قال لهم شوفوا الراجل ده جعان ولا ايه؟ قالوا له لا ده مش جعان. طب اكلوه؟ قالوا له بناكله. طب هو بيصرخ بسبب الاكل؟ قال لهم خلاص بلاش الاكل ده اعملوا له عصا. قال لهم ده هو الاكل اللي بيشربه اصلا، بيشربه يعني معمول مطحون عشان ما ينفعش ياكل، ورغم كده اول ما توصل نقطه منه في المعده بيصرخ. انت ما شاء الله طاح، مش عصاير، مش لا كله بيفرم شغال. فكرت في الكيس اللي جوه ده اللي عمال ينقبض وينبسط واخد بالك وكله بيتهضم، وانت نايم انت بس اكلت ورحت نمت كله جوه شغال. طب ما ممكن امر من ربنا سبحانه وتعالى كل الاجهزه تقف، هتعمل ايه؟ خلصت. يبقى القائم على شؤونك تحبه ولا لا؟ لان في اي لحظه ممكن حياتك تقف. القلب اللي عمال يدق ده في اي لحظه ممكن يقف. العين اللي بتشوف فيها دي بيها في اي لحظه ممكن تقف. يبقى ده القيوم. هذا الاسم والتعرف على الله عز وجل بهذا الاسم يفجر في القلب ينابيع المحبه لله سبحانه وتعالى. اربعه قبل الاخيره، تسخير الكون لك. نعمه تسخير الكون لك. انت اتخلقت ليه؟ تعبوا هم الله يعينكم، ما مش عارف طولت عليكم معلش. مش مصاب يديكوا درس قد ايه؟ ايوه قول ساعتين. انا سبحنا ثلاث ساعات. تلميذ الشيخ يبقى لازم يتوصى بالطلبه بتوعه عشان يعني يرد للشيخ جميل. بنقول ايه؟ انت اهو انت سرحت، بقول لك انت اتخلقت ليه؟ للعباده صح كده؟ والكون ده كله مسخر ليك. أعضاءك نفسها، من تأمل في خلق نفسه رأى أن أعضاءه إنما لينت وما فاصله من أجل العبادة. يعني المفاصل بتاعتك ملينة كده تعرف تعمل وتوطي عشان تعرف تعبد. الكون نفسه مسخر ليك عشان تقدر تقوم بالوظيفة بتاعتك اللي هي العبادة. أقول لك مثال، في يوم من الأيام صحينا من النوم ما لقينا الشمس. فين الشمس؟ مش طالعة النهاردة والله. حصل؟ ما حصلش. ليه؟ عشان نمو النبات يحتاج للشمس، نمو جسمك يحتاج للشمس، الدفء انت محتاج له، الى اخر النعم اللي احنا بنحتاجها كلها من الشمس. سخر لك الشمس لمصلحتك، بيحبك. في ليله من الليالي ما لقيتش القمر؟ لا، في اوقات معينه يخرج فيها بقدره الله سبحانه وتعالى. الكون كله مسخر ليك انت، كله طائع ليك، كله يسمع ليك. يعني انت اما تبص كده لجسمك والتسخير حتى اللي في جسمك، عينك مسخره ليك، لسانك مسخر ليك، ايدك مسخره ليك. ولا انت في يوم من الايام جاي تكتب ايدك قالت لك ايه؟ انت كل شويه تكتب؟ حصلت؟ حصلت؟ ما حصلتش. جاي تمشي انا تعبت، انت ايه ريحنا شويه يا عم، في كل ده ماشي بتحصل؟ طب ولو شاء الله لكان ولا لا؟ الكائنات نفسها لما انت مثلا تيجي تركب، خلينا نقول الجمال والحصنه وكده، لما واحد جاي يركب الجمل او الفرس مثلا، يعني كل مش لسه جاي من مشوار سيبنا اريح شويه، مش وارد يا جماعه ولا لا؟ فعلا وارد ان يبقى في حوارات قول له لا انا مش هوديك، انا اريح وبعدين كمان ساعتين يبقى تعالى اركب. وحصل البقره نفسها اتكلمت مع الراجل ركبها. البقر ليه ربنا خلقه يا عم اللي ورا؟ ليه ربنا خلق البقر؟ للحرث صح ولا مش صح؟ طيب الراجل ركب البقرة بدل ما يستعملها في الحرث في الأرض ركبها، فبص له كده قالت إنا لم نخلق لهذا. يعني عايزة تقول له أنا بس أنت كده راكب كده بس إحنا مش كده. أعدي يعني إيه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. يعني إيه للحرث؟
الأرض والزراعة مش نتراكب إحنا يعني. أنا عديها لك يعني خليه مرة دي. طب وده حصل هو أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب تخيل بقى لو كل واحد يجي مع كل الدواب أو مثلا حتى على الأقل هيركب الجمل يقول له رايح فين؟ هيقول له أنت مالك؟ خلاص أنا مالي مال انزل. طب أنت مش خاطر وريني بقى هتمشيني إزاي؟ الفيل لما أرادوا إن هم يوجهوه للكعبة حصل إيه؟ مهما كانت قوة قنابل فجره مش هيمشي برضه. لأنه بيمشي بإرادة مين وبأمر مين؟ الملك سبحانه وتعالى. يبقى هو سخره ليكي. هتقولي طب العربيات هو برضه بيمشيها لك. انت مش ممكن تيجي تفتح تدور ما تدورش فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه. طب روح الميكانيك مش عارف فيها ايه. طب صلحها ما فيهاش حاجه. تيجي هو قادر ان هو يعمل كده ولا مش قادر؟ لكن هو مسخرها لك. الميه اللي انت بتشربها لو انت جيت تشرب الميه ما نزلتش في بقك هتعمل ايه؟ هو بيضحك. ايوه اهو انا جاي اشرب اهو بسم الله بتنزل. خلي الميه دي انت جاي تشرب مش نازله. اقعد قدامها بقى كده اعمل اللي هيتعمل. ما هيش نازله هتعمل ايه؟ مش هو أأنتم أنزلتموه من المزني؟ هو اللي بينزله لك وبيشربك. شوف الآية حتى نفسها بتاعت سورة الفرقان. فأسقيناكموه صح كده؟ عن الماء. فأسقيناكموه. طب هو ربنا بيزقيك؟ لأن الآية قال فأسقيناكموه يعني لولا أن هو جعل الماء عذب فرات، لولا ان هو جعل عندك قابليه اللي انت تشرب ما كنت تشرب، كنت مت من العطش. دي حالات مرضيه موجوده، بعض الناس ما يقدرش يشرب، ما يقدرش يتنفس، ما يقدرش كذا، لازم يتعالج والا هيموت فجاه. فاللي سخر لك الحاجات دي، سخر لك الدواب، سخر لك المخلوقات، سخر لك ايدك لما تعوز تكتب مش بتعاتبك مثلا لما تيجي تكتب بيها كتير مش لسه مخلصين ما فيش الكلام ده. سخر لك الدواب في التنقلات، سخر لك الكون من حولك، تحمده ولا لا؟ تحبه ولا لا؟ تشكره ولا لا؟ راجل أصيب بمرض في الامتصاص وفي الهضم وكده، فما كانش يعرف يعمل حماء. ما في العضلات تنقبض تنبسط بقدرة مين؟ ربنا أمرها تتوقف. عشان يعمل حمام لازم ياخد معاه واحد الحمام أعزكم الله عشان ينزله الفضلات. متخيلين؟ طب انت لما كل حمام تيجي تعمله واحد معاك وتكشف عورتك وبتاعه مواضيع كبيره، ولو حد رضي اصلا صح ولا مش صح؟ لا ده ربنا عافاك من كل ده، بتخش الحمام وساتر نفسك. ربنا ما يفضحنا، ربنا يسترنا. والله ربنا يسترنا في الدنيا والاخره. تحس ان انت مدلل ايها المدلل بالاسلام. في الهند عندهم لما الراجل يموت خدت بالك ما يدفنش لوحده، لازم مراته تتدفن معاه. يعني واحد كان في فندق فصحى على جلبة وضوضاء في ايه؟ قالوا في واحد ميت. فالمهم بص على الجنازة لقى اتنين، قال لهم انتوا شلتوا واحد، ويبص على النعش التاني الاب يتحرك وبيضطرب كده. قال ايه الموضوع؟ قالوا اصل عندهم طالما الراجل مات ما ينفعش مراته تعيش، لازم تتدفن معاه. هي دي رسالة بقى للنساء في المسلمين المسلمات. يعني لو انت كنت في الهند كان زمانك خلصة من زمان. كل واحد يموت يبقى ايه؟ واحد تاني في دولة من دول الخليج دخل على العامل اللي هو بينظف السرير ومش عارف ايه، لقاه بيسجد لعلبة البيفي. هو واخد علبة بيفي عشان ياكلها. العامل الهندي لما شافها يعني اكنه عمل فيه جميل، جاب له اله بيسجد لعلبة البيفي. انت بتعملها؟ تشتري علبة البيفي وبتاكل وترمي في الزبال. شوف انت ربنا كرمك ازاي، شوف ربنا نجاك. طب تخيل بقى اللي بيعبد فار في الهند، بيعبد فار يعني يجري ولا هيجري وراه ولا مش عارف. انا هيقول له استنى والله هسجد لك، استنى مش عارف حاجات. انت لما تقعد نفسك فين ده من عبادة الواحد القهار؟ احمد ربنا على النعمة العظيمة دي، اهتم بنعمة الإسلام. يا إخواني يا شباب اتعلموا الإسلام، الإسلام عظيم. سيبكم اللي عاملين يطعنوا في الإسلام وفي الدعوة والإسلاميين وغيره، الإسلام بتاعنا ده دين عظيم فعلا، بس محتاج ناس تتعلمه، محتاج ناس تقرأ. مشكلتنا شباب كتير مننا ما بيقراش. انتوا مش حاسين المعلومات اللي أنا بقولها دي موجودة فعلا وسهلة، بس ما بنقراش. لو انت قريت وفتحت الأبواب دي هيبقى إيمانك شكله إيه؟ هيبقى حبك شكله إيه؟ هيبقى دينك شكله ايه؟ عشان كده لازم تستقطع من يومك 5-6 ساعات على الاقل قراءه علم شرعي تحصيل.
أخذ بالك، قراءة عن الإسلام، قراءة عن نعم الله، قراءة عن صفات الله، قراءة عن الأسباب اللي تجعلك تحب الله سبحانه وتعالى، محتاجين للمعاني العظيمة دي. أخيرا، مما يجعلك تحب الله عز وجل نعمه المتواترة أو كرمه البالغ. كرمه البالغ الحسنة بكام يا إخواني؟ 10. والسيئة ليه؟ ده أنا بغششك، ما إيه لك العنوان كرمه البالغ الكريم سبحانه. يعني أنت عشان لو قلنا ميزان العدل يبقى الحسنة بإيه؟ بواحدة، والسيئة بواحدة. لا ده، طب أنا أقول لك بقى حاجة تانية قصاد النعم اللي احنا قلناها دي كلها، ينفع تعصي؟ يبقى خلاص بقى الحسنة بواحدة والسيئة بألف، لأن أنا ما أنت مالكش عذر، نعم ليل نهار قايم نايم نعم، اوعى تعصي. لو عصيت السيئة بألف كان ده ظلم؟ مش حب، بس هو ما عملش كده عشان رحيم بينا سبحانه وتعالى كريم، فبقت الحسنة بإيه؟ 10 حسنات. وإيه كمان؟ لسه إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. والسيئة بإيه؟ أو إيه؟ أو يعفو. قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كامل. أنا عايز أفهم هي ليه كتبت حسنة؟ هو عملها أو ما عملهاش؟ بس الهم، أنت ما تيجي تنام مواظب كل يوم ها على ركعتين بتصليه، جيت ليلة تعبان نمت رحت في النوم ما صحتش صليت ركعتين دول. الرسول قال: من كان له صلاة ورد بالليل فغلبته عينه فنام كتب له أجر ما نوى وكان نومه يسرحان عليه صدقة. يعني ربنا يكتب لك أجر الصلاة اللي انت كنت صلاها والنوم ده صدقة منه عليك، يعني انت تعبان ريح الليلة دي وهيتكتب لك أجر الايه؟ الصلاة اللي بتصليها. بس يبقى انت همام بالخير، تبقى ليك خير أعمال صالحة بتداوم عليها ولو قليلة، يوم لما يحول بينك وبينها عذر ربنا يكتب لك نفس الايه؟ نفس الأجر. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كامل، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده ايه؟ قول 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طب العكس، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. إيه سيب يا عم الخير والكرم، يعني اللي يهم بسيئة وما يعملهاش تتكتب إيه؟ لأنه تركها من مخافة الله سبحانه وتعالى. طب فإن هو هم بها فعملها كتبها الله إيه؟ له سيئة واحدة. أبواب الخير لما تيجي تتكلم على الكريم، يعني شوف الميزان اللي احنا قلناه ده وبص كمان على أبواب الخير، عمل يسير وأجر كثير. آمين كم حرف؟ 4. ثوابها ايه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. يا بدي بس شوف، اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين، فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله وبحمده ثوابها ايه؟ لو انت ما قلتش سبحان الله وبحمده 100 مره في اذكار المساء صح، وما قلتهاش في الصباح ضيعت على نفسك ثواب كتير. سبحان الله وبحمده دي بقى خدوها نصيحة مني، بها ترزق الخلائق كما قال نوح عليه السلام في وصيته لما حضره الموت، سبحان الله وبحمده ما تتركهاش أبدا في الصباح والمساء. وشوف ثوابها كمان، غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد الايه؟ البحر. وهتاخد كم منك سبحان الله وبحمده؟ 100 مرة فيش 5 دقايق. طب والذنوب اللي انت عملتها اللي هي غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، الذنوب دي عملتها في قد ايه؟ شوف تخيل. طب على الاقل يبقى بقى في عدل، يبقى اقعد اسبح سبحان الله وبحمده قد ايه الذنوب؟ لا ده سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه كانت مثل زبد البحر. شوف، وحتى كمان يا اخواني في كتابه الحسنات والسيئات، مين اللي بيؤمر مين من الملائكه؟ ملك الحسنات ولا ملك السيئات؟ سرحت انت هناك ورا، مين اللي بيؤمر مين؟ ها اسمع الحديث ده اول مره تسمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. إن صاحب الشمال اللي هو الملك لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. يبقى كمان بعد كل المحفزات دي على الخيرات
خدت بالك؟ كل المحافظات دي موجودة. حتى لو كمان عملت الذنب فوق ان واحد يتكتب كمان سيئة واحدة ما يتكتبش مباشرة، بخلاف الحسنة اول ما تتعمل ايه؟ تتكتب. لكن السيئة لما تتعمل يقعد كام؟ 6 ساعات، الله اعلم بعددها يعني، يعني مش الساعة بتاعتنا، 6 ساعات مدة يعني. إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله ألقاها وإلا كتبت واحد. عزيز صحيح الجامع، شفت الكرم، شفت الجود. وكمان لما نتكلم عن الكريم سبحانه وتعالى نتكلم على كرم، كرمه في عطائه. شوف أنواع الأطعمة اللي احنا بنأكلها، مش كان ممكن يا إخواني يبقى الأكل الموجود على ظهر الأرض كلها نوعين أو ثلاثة؟ ممكن قوي. انت في البيت عند بعض الناس الفقراء بياكلوا ايه كل يوم؟ كلكم ده يا جماعه ده ولا ايه؟ خدت بالك؟ هو الموجود عايش ولا مش عايش؟ طب لا، ده النوع الواحد من النعم تحته اصناف كتير. البلح مثلا كم نوع منه؟ يا العنب مش ده كريم؟ مش كرم منه سبحانه وتعالى؟ كان ممكن يبقى نوع واحد بس، لا ده انواع ايه؟ انواع كتير. والعجيب ان احنا عمالين ناكل وما بنقولش الحمد لله. انت الانسان لما يهدي لك هديه تهادوا ايه؟ تحبه. طب الهدايا دي منه فين؟ حبك ليه؟ فين شكرك ليه؟ فين الاجتهاد في طاعه الله سبحانه وتعالى؟ شوف الفضائل العظيمه. شوف مثلا يوم واحد زي يوم عرفه لما تصومه تكفير ذنوب كام؟ 2 سنين. يوم عاشوراء لما تصومه تكفير ذنوب ليله القدر عبادة كام؟ غلط غلط ايه؟ هو انت بتلحس؟ ده عندنا لما اقول لك البتاع ده انا معايا حاجه عظيمه ليك في جيبي اعظم من اللي تقول لي يعني هتبقى زيها قريبه منها عشان انا زيك يعني. لكن اما العظيم يقول خير من 1000 شهر، انت تقول لي بألف شهر ده خير؟ دي تعمل قد ايه في 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 المقاييس يعني؟ ده عندنا احنا عادي. لا، عند ربنا خير من 1000 شهر تبقى ايه يعني؟ انت تلاقي واحد يوم القيامه، اقول لك مثال، انت في جامعه مثلا في كليه واخد بالك مشغول بقى بالدعوه والى اخره وبرده متفوق مهم جدا يبقى مع ده يبقى متفوق برده، ولقيت اللي هو الوالد الدحيح اللي ما بيصليش في اخر السنه جايب جيد وانت جبت امتياز. بتحصل. انا كان معايا ولد ما بيصليش الفجر، يقول له يا ابني قوم صلي الفجر يومك يبقى كله بقى. يقول لي اصل انا لما بقوم يومي بيتلخبط وهقوم وهنام. لا، لما اقوم ابقى اصلي. جاب مقبول وانا جبت جيد بقى هيتجن يعني؟ انت اللي بتدي دروس وبتعمل وبتلف وجايب لي جاي وانا اللي ما بصليش، عايز يقول كده؟ خدت بالك؟ طب تعالى ننقل كده لساحه القيامه. لما تلاقي واحد من ايام سيدنا نوح عاش 800 سنه، متخيلين 800 سنه؟ 800 سنه يعني كان طفل ده عنده كام سنه؟ تخيل. ايوه، عاش 800 سنه وانت عشت كام سنة؟ 100 سنة. يبقى كام لكام النسبة؟ وتلاقي نفسك يوم القيامة سبقته. متخيل؟ تعرف ليه؟ ليه؟ عشان المضاعفة دي، عشان صليت، عشان قمت ليلة القدر. اخد بالك في عمرك اللي هو 800 اللي هو 100 سنة، اخد بالك قمت ليلة القدر 10 مرات. 10 مرات لو ضربت في 1000 ياه هتطلع كام بقى؟ ولا تقول لي 800 ولا 2000. يبقى شوف حب ربنا ليك اللي انت من الامه دي، امه النبي صلى الله عليه وسلم، جينا في الاخر وسبقنا اللي ايه؟ اللي قبلينا. تحمده ولا لا؟ تحبه ولا لا؟ خدت بالك؟ ومع كده بيرضى منك بالحمد القليل والشكر القليل. خدت بالك؟ ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه. خدت منك قد ايه دي؟ حصلت بيها رضا الله سبحانه وتعالى. شوف الـ النعم قد ايه؟ لانه شكور. لما تعمل النعمه، اما تعمل العمل ولو كان قليل يعظمه ويكبره ويديك عليه اجر عظيم. حتى شوف اهل الجنه، يعني يا اخواني انا كان نفسي اكلمكم عن وصف الجنه، وفعلا فتحت على وصف الجنه بس نقلت على حب الله. لما عارف الصوت اللي هو بيضرب بيه الحصان عرضه قد ايه؟ هي معضله قوي. صغير مثلا سنتيمتر متر عرضه لا انت نمت بقى. طوله قد ايه؟ 100 متر.
ما فيش متر مثلا في 5 سنتي 10 سنتي. لو احنا حطيناه على الارض كده ورسمنا كده حواليه بالتباشير وبعد كده جبنا زي مقطع حاجة قطعنا بيها الشريحة دي من الارض، تطلع حتة قد ايه؟ صغير. اهو الصوت لما يتحط على ارض الجنة، موضع صوت احدكم في الجنة، المكان ده خير من الدنيا وما فيه. ياه، يعني قدر الصوت في الجنة احسن من الدنيا وما فيها. امال الدنيا في الجنة تبقى ايه؟ فهمتوها؟ يعني لو واحد خد انت يوم القيامة كده خليك دخلت الجنة، بتسأل الملك بتاعي في الجنة قد ايه؟ ليه كم بيت هنا؟ ليه كم قصر؟ فتقلك انت هتاخد مساحة قد الكرة الارضية. ده بيبرقولي انت مستغرب من دي؟ ده اخر واحد هيدخل الجنة هياخد قد الارض 10 مرات. دي بقى تقعدوا تفكروا فيها الاسبوع الجاي. اخر واحد هيدخل الجنة ياخد قد، او الحديث اهو، قال صلى الله عليه وسلم: اني لا اعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا، ماشي على الصراط، ياخد بالك رجل تقع يروح ماسك بالرجل التانية، ايد تقع يروح ماسك، لحد ما يخلص. مشهد رهيب. يعني انت لو ماشي هنقول متعلق في حبل ومعدي على البحر الاحمر، خدت بالك، وقرش يطلع يشدك من مش عارف من جزمتك، وقرش تاني يشد حته من بنطلونك، وانت هتعدي هناك ميت من رعب، وانت عشان ماشي فوق ميه، ما بالك لما يبقى ماشي بقى فوق جهنم، وايه ورجل وقعت ويقوم يتعلق تاني والايد تانيه، ده رعب. يقوم يخلص ويعدي الناحيه التانيه عند الصراط، يبص كده للنار يقول: الحمد لله الذي نجاني منك، اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين، وهو اخر العالمين. يعني كل الناس دخلت الجنه وهو اخر واحد طالع من النار، بس حس ان النعمه كبيره جدا اللي ربنا نجاه منين؟ من النار. فربنا سبحانه وتعالى يقول له: اذهب فادخل الجنه. لو واحد جالك كده روح خش الجنه، تعمل ايه بالله عليك؟ او بقى راح فيخيل اليه انها ملأة، فيرجع الى الله يقول: يا ربي وجدتها ملأة. يا عم خش الجنه ملأة، ده انت اي حاجه. هو حد يتقال له خش الجنه يرجع يقول لقيتها مليانه؟ طب لو اتقال له خش النار تاني؟ لا، صح ولا مش صح؟ البني ادم ده عجيب، وحتى في الاخره. فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها. وده اخر واحد داخل الجنه. امال بالله عليك اللي قبليه خد قد ايه؟ واللي قبله لا، واللي ورا النبي بقى على طول، اللي هو يعرف اي سنه من سنن النبي يعملها، لبسه ايه، اكله، حتى الحاجات اللي ممكن يقول لك دي حاجات عاديه بس انا بحبه وانا عايز اقلده في كل حاجه عشان ابقى وراه، لان هو اول واحد هيفتح باب الايه، يبقى خد قد ايه بالله عليك؟ مش هيقول لك واحد هياخد مساحه قد الدنيا، ده انا قلت لك هتاخد في الجنه قد الشارع ده ببيوته، هتفضل تتغنى بيها طول ما انت قايم واقف ورايح المدرسه، انا معايا مش عارف مساحه، وده ايه شارع. لو قلت لك هتاخد عماره ولا فيلا، ده ايه، ده الشجره الواحده في الجنه تمشي في ظلها جري على الفرس 100 سنه. لو خدت لك شجره يعني، ده ولا تقول لي عباده، عباده ايه اللي احنا بنعمله دي؟ عباده هي الصلاه بتاعتنا دي تجيب ايه؟ ويقول لي: انا بصوم رمضان وبقرا قران. يا عم وختمت المصحف، يا حلاوه يا عم، روح يا عبادتنا دي لما نقعد نقارنها بثواب الجنه تلاقيها. يا عم خلينا نتواضع بقى لله بقى، بدل ما انت شايف نفسك كده ومغرور كده ومعجب، عملك ما يجيبش، ده لولا رحمته سبحانه وتعالى ما كانتش عبادتنا دي دخلنا بيها الايه. عشان كده حتى عباده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: لن يدخل احد منكم الجنه بعملي. قالوا: ولا انت؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى انت ما وصلتش للنبي وشايف نفسك اللي انت شغال، شايف نفسك اللي انت مقطع نفسك في الدعوه، شايف نفسك اللي انت بتعمل ما تعملش، اهو كل ده يروح عليك بسبب العجب والغرور بتاعك. فربنا يقول له: لك مثل، لك مثل دون 10 امثاله. برضه يرد فيقول: اتسخر بي وانت الملك؟ بيقول لي مين؟ عجيب الراجل ده، بيقول له: بتضحك بتسخر مني يا رب؟ لان هو اخر واحد هنفكر ان ربنا بيقول له كده بسخريه منه. فيقول: لا، ولكني على ذلك قادر. الرسول لما قال الحته دي ضحك، والصحابي اللي نقل الحديث ضحك، واللي نقل عن الصحابه فضلوا كلهم يضحكوا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك لما سمع الكلمه دي من الراجل او اللي هو بيروي القصة بتاعته. آخر حاجة حولها لكم حديث جميل جدا يبين لك فعلا شيء من كرم الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رحيم حيي كريم، يستحي من عبده
أن يرفع يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. فلما تروح لواحد غني لله حاجة لله خدت بالك قطعت قلبي يا عم خد معيش اللي هي بيديله خدت بالك. بقولك بقى لما تقف تدعي ربنا إن الله رحيم احفظوها حيي كريم يستحي من عبده. يعني أنت اللي عامل ذنوب وسيئات رفع إيدك أنت اللي تبقى مستحي ولا هو اللي يستحي؟ هو اللي يستحي لأنه كريم يستحي اللي هو الحياء في حق الله سبحانه وتعالى يليق به. مش ده قصدي، قصدي أن نشوف سبحانه وتعالى لو عملك بعملك كنتش خدت حاجة، لكن هو مدت إيدك يستحي أن يرد يديك من غير أن يضع فيهما إيه؟ يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. دي خمس وسائل تخلي قلوبنا فعلا عايزة تنط مننا. والله تخلينا فعلا عايزين نواصل العبادة ليل ونهار، تخلينا عايزين لساننا يفضل دايما في ذكر لله وتسبيح. بس ربنا ما أمرناش بكده، طلب منك حاجات بسيطة وحاجات ميسرة، ولما تبقى معذور مريض ولا حاجة خفف عنك. بس احنا نقوم باللي أمرنا به، بس احنا نجتنب المحرمات، لأننا والله لو حصلنا حب الله لعشنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حب. نسأله أن يجعلنا من أصفيائه وأحبابه الذين يحبهم ويحبونه. آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.